أمي لا تعامليني هيك. في قهر وغضب بقلبي ما رح يروح بسهولة. كل يوم كنت أسأل حالي كيف أورهان قدر يعمل فيني هيك؟ لقوا مشان أبوه؟ والله عم تموتيني أمي، خلص اللي صار صار، بترجاكي بكفي. عصبيتي عليك، بتروح وبتجي، ما رح ضل عاملك هيك على طول. بس يلي عملته فيني رح يضل طول العمر بقلبي. على كل حال كم سنة ضل لي يا ابني حتى عيش فيهم؟ ما بدي أقضي الباقي من عمري وأنا حاسة إنه أنا عايشة بحرب لك أورهان. أنا مو قصدي أكسر لك قلبك بحكي أو حتى حاسبك، بس هاد قلب الأم عم يحترق. هي آخر كلمة رح قلك ياها ابني. أنا ما كان طالع بإيدي شي، كنت طول الوقت ميت بس لأجي شوفك أمي. يعني أنا مو قصدي خبي عليك إني تزوجت وعندي ولد بالظروف. بتوصوني بشي تاني؟ أنا رايح أنام. غيرتي شراشف التخوتة مثل ما قلت لك؟ إيه غيرتها. وعطيتي لحفيدي منشفة، بركي بده يتحمم. أعطيته. منيح. نامت العروس؟ قاعدة بغرفتها بس لسه ما نامت، ما بعرف مين عم تستنى. سانيم، أنا قلت لحالي يمكن تكون تعبانة أو يمكن خايفة تنام لحالها. والله شكلك أنتي التعبانة وما عم تعرفي شو عم تحكي، فالأحسن إنك تروحي تنامي فوراً. طيب تصبحوا على خير. ليش ما كنت تلبس هيك بألمانيا؟ لأنه كتير لابق لك. أديل، رح نام بنفس الغرفة بس مشان أمي ما تنزعج، يعني مظاهر وبس، فلا تخليني أعمل شي يضايقك، نحنا ما بدنا نحسس حدا. شو حكيت؟ قلت لابق لك، حكيت شي تاني؟ بعد ما تركتنا ورحت تدمرنا أنا وكان لحالنا، لو سمحت لبقى تتركنا مرة تانية أو خدنا معك وين ما بتروح. أورهان، أنا كتير اشتقت لك. أديل، ليكي قلت لك ما بدي ضايقك، لأنه إذا حكيت رح أكسرك. شو عم يصير؟ ليش ما عم ترضى أبداً تقرب علي؟ قلي ليش ما بقدر أحضنك؟ ليش ما بقدر بوسك؟ خلصنا أديل، لا تحكي، خلصنا. مشان هديك المرة؟ المرة يلي قلتلي إنك بتحبها؟ هي نفسها اللي كانت واقفة قدامي اليوم. شو كان اسمها؟ ليلى؟ مو هي؟ بكفي أسئلة أديل. أنت كتير متغير، بتعرف هالشي؟ بس لا، هي مو شخصيتك، أنت اللي غيرتها بسبب الحادثة والمستشفى، وبعدها هي المرة. بجوز لسه في شي مخبى، بس كل اللي بعرفه أنك تغيرت. لا أنا ما تغيرت. أنتي بس لا تقربي علي، بعدي عني. Ağladım kehribar. Hasretinden nefes alamıyorum. Göze aldım her şeyi döndüm. Artık ölüm gelecekse de eyvallah.